وضع المؤسسة في قلب المدرسة هو ما تعمل عليه مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية هي الأخرى تعمل على تطبيق هذا المبدأ. والربط بين الجامعة عالم الشغل والتربص هو ما تسعى إليه التظاهرة التي نظمت بذات المدرسة، أين قامت المؤسسات الحاضرة بعرض تجاربها واحتياجاتها للتوظيف. تقول مهدية كركوت: البحث عن فرصة توظيف أو تربص هو ما يصبو إليه جل الطلبة، وتقريب المؤسسة من الطالب هو ما تصبو إليه الجامعة. المسؤولين يعني راهم ساهرين على إيصال رأي التلاميذ إلى هذه المؤسسات، والله ثاني نشكر المؤسسات يعني على قدومهم إلى هذه المبادرة. يسمح لينا والطلبة اللي راهم جايين إن شاء الله باش يكون عندهم دي ستاج مع الشركات اللي عقدت معنا، ممكن تروح حتى لفرص عمل. مؤسسات وطنية وأجنبية أصبحت هي الأخرى تبحث عن الكفاءات خريجي الجامعات الجزائرية. On a eu la chance pour recruter encore certains talents de cette école et on va programmer encore en fait on va établir une relation encore plus profonde avec cette école. نحوسوا على ريكروتمون، نشوفوا الطلبة يحطوا لي سيفي تاعهم ونشوفوا نديروا لهم انترتيان. الأفضل ندوهم إن شاء الله. يبقى أن ميدان الأشغال العمومية ميدان يحتاج إلى تضافر الجهود، خاصة وأن الجزائر ورشة مفتوحة على الكثير من المشاريع.